والحمد لله رب العالمين. دائما نحن بصدد الحديث عن خصائص القرآن ومع الخاصية الثالثة وهي الإعجاز، فبعد أن تحدثنا عن الإعجاز البياني نحن بصدد الحديث عن الإعجاز الغيبي، فتحدثنا عن إعجاز الله تعالى لعباده بإخباره بأخبار مستقبلية، وعرفنا المقاصد الشرعية المتوخاة منه أو بعض المقاصد كما يفتح الله تعالى. ودائما في الإعجاز الغيبي نتناول اليوم بإذن الله تبارك وتعالى الإعجاز الغيبي في الماضي، وهو سرد قصص الغابرين من الأمم السابقين. فالله تبارك وتعالى سبحانه أعجز الخلائق بذكر أمور ستقع في المستقبل فوقعت، ووقائع ستقع في المستقبل البعيد وستقع، والوقائع التي ستقع يوم القيامة وسيراها الناس كله. أما في الماضي فإن الله تبارك وتعالى أخبرنا عن قصص الغابرين، أخبرنا عن خلق السماوات: ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض وما كنت ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا. يروي على أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون. ذكر الله تبارك وتعالى أصل النشأة، ذكر آدم كيف خلق، وذكر هذه القصة الأزلية بين الحق والباطل. إبليس اللعين يمثل جند الباطل التي تقف في وجه طريق الحق، فذكر الله تبارك وتعالى قصصاً كثيرة. والله تبارك وتعالى سبحانه يربي نبيه، والنبي يربينا ويربي أصحابه عن طريق القصة. وأنتم تعرفون أن التربية إنما تكون بالتعليم، وتكون بالقدوة، وتكون بالأحداث، وتكون بالقصة. والله سبحانه عز وجل يربي نبيه ويربينا بالقصة. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم يربينا بالقصة فيقول: كان من قبلكم نفر ثلاثة آووا إلى غار، ويروي القصة، قصة الصادقين، قصة الصالحين، كيف أن الصلاح الله تبارك وتعالى سبحانه عز وجل يفرج عليهم كلما صدقوا مع الله تعالى. إذن فالتربية بالقصة وبالحدث هو أمر مذكور في القرآن. ومباشرة إن شاء الله سأنطلق إلى الموضوع وإلى صلبه، وهو الإجابة على هذا السؤال: إذن ما المقصود الشرعي من دراسة أو من ذكر مولانا تبارك وتعالى للقصص، لقصص الغابرين؟ أي أن الله تعالى تحدى كل من يسمع القرآن بذكر قصص الغابرين. ماذا كان يريد الحق تبارك وتعالى؟ وماذا كان يريد نبي الله صلى الله عليه وسلم؟ وماذا نريد نحن من ورائها كدعاة؟ لا إله إلا الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله. إن الإنسان وهو يقرأ قصص القرآن لا يقرأه لمجرد التسلية، فكل ما ذكر في القرآن لم يذكر للتسلية، إنه الحق وليس بالباطل، إنه الجد وليس بالهزل. الله سبحانه إذا قص القصص إنما يقصها لاعتبارات ومقاصد شرعية يجب أن تقف أمامها. ولذلك فنحن نركن الطريقة التي كتب بها بعض المفسرين مسألة هذه القصص وفسروها، يعتمدون على الإسرائيليات، إنما يمططون في أمور لا علاقة لها بمجال التربية، يتحدثون عن أمور ما ذكرها الله تعالى. سفينة نوح كم طولها؟ الله تعالى كان يريد من وراء القصة. وأنتم تعرفون أن الله تعالى في القرآن في سوره لا يذكر تمام قصة موسى، إنما يذكر نتفاً في سورة القصص، نتفاً في سورة طه، نتفاً في سورة البقرة، وهو لا يذكر القصة متتالية حسب تتالي الزمن، لا، إنما كلما كان الأمر يستحق الوقفة مع لمسة من لمسات القصص في القرآن وقف معها، لأن السياق القرآني هناك يحتاجها. ولذلك لم يذكر قصة طويلة إلا قصة يوسف عليه السلام، وكان الأمر يحتاج لتسلية النبي، لأن النبي كان يعيش آنذاك،
محنة البقاء وحده في مكة، وقد هاجر أصحابه إلى الحبشة وقتل من قتل، فكان بد أن يذكر محنة يوسف وكيف أن أقرب الناس إلى إخوانه رموه في الجب. إذا كانت قبيلتك قريش عشت معها وكانوا يشهدون لك بأنك أنت الأمين الصادق يخرجونك من أرضك، فهنالك من أخرجه أقرباؤه، أقرب أقرباء إخوانه، ورموه في الجب، فكان لابد من التسلية على قلب رسول الله. إذن فالقصص هي نتف، ولا تذكر على سبيل توالي الأحداث، لا، إنما السياق القرآني هو الذي يحدد هذه اللمعات واللمسات التي يحتاج إليها الإنسان في ذلك الظرف، وحسب ما يحتاجه رسول الله في ذلك الظرف الذي يعيشه. المقصد الأول، أنا إن شاء الله سأتكلم عن المقاصد بصفة عامة، ولن أقف مع كل قصة، لأنني لو وقفت مع القصة الأولى قصة آدم لقلت إن المقاصد كثيرة. أصل الخلق آدم، ثانياً تكريم الله لآدم، ثالثاً يعني تعليم الله تعالى لآدم الأسماء، رابعاً استخلاف الله آدم في الأرض، خامساً كفر الشيطان عياذاً بالله، وإنما كفره كان من طبيعة الاستكبار من المعاصي القلبية. ثم بعد ذلك أباح الله له الشجرة، أي أن الحلال كثير واسع والحرام قليل، فلا تقرب فقط هذه الشجرة. فشرع الله تعالى يجعل منطقة الحلال واسعة ومنطقة الحرام قليلة. ثم يذكر مكائد الشيطان وكيف أن الشيطان عياذاً بالله يلتوي ويتحايل، وله أسلوب في الإيقاع بالناس، وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين، حتى لم يكن يعتقد آدم أن ثمة من يقسم بالله كاذباً حتى كذب هذا وأقسم بالله. ثم أغراه عياذاً بالله بأمرين يحبهما الإنسان، وهو هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى، كل إنسان يحب أن يخلد ولا يحب الموت ويحب الملك، فطريقة التملك وطريقة الخلود هي صفتين ممن يحبها الإنسان، وخاصة أن الحبيب صلى الله عليه يقول يشب ويشيب الرجل وتشب معه خصلتان، يشيب وتشب معه خصلتان، حب الحياة وحب المال، كما ذكر الله تعالى هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى. ثم بعد ذلك قصته وهو في الأرض ألا تشقى، ومن ذلك الوقت يتحدد أن دور الأب في الأسرة هو الدور المحوري، أنت الذي تشقى، قسم الأدوار منذ نزول سيدنا آدم، فهو الذي يشقى هو الذي يعمل في الخارج، وأن المرأة تكون في البيت هو تقسيم للأدوار. ثم بعد ذلك يتحدث القرآن على ما يسمى بضرورية الحياة، إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى ولا تظمأ فيها ولا تحيا، ثم ذكر المطعم والمسكن والمشرب والماء، سبحان الله. ثم بعد ذلك ذكر أن من طبع هذا الإنسان الذنب، فهو يذنب، كل بني آدم خطاء، ليس العيب أن تذنب، ولكن العيب أن تستمر في الذنب كما استمر إبليس. فإبليس قال له لما تسجد؟ قال أنا خير منه. ثم بعد ذلك قال وعزتك لأغوينهم أجمعين، هو مصر على الغواء. أما آدم قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، فتاب. فإذا بهذه التجربة، تجربة آدم هي تجربة بالنسبة لكل إنسان، فكل إنسان إذا عصى ليست له إلا طريقة، وهي الرجوع إلى ربه والتوبة إلى الله، ومن تاب إلى الله قبله، وهذا أصل الحياة كلها، وهذا أصل بين أهل الباطل الذين يريدون جرك إلى الباطل وإلى المعصية، وبين القرآن الذي يناديك دائماً أن تعود إلى ربك وأن لا تيأس. إذن قصة واحدة، قصة آدم، لو ظللنا فيها لكي نأخذ من عبرها لما انتهينا. ثم تأتي قصة قابيل وهابيل، وكيف أن الحسد أكل قلب أخيه قابيل، فقال لا أقتلنك، قال إنما يتقبل الله من المتقين. هذا تقرب إلى الله بأجود ما يجد هابيل، وهذا تقرب بأرضأ ما يجد قابيل، فحسده، ولما حسده قتله. وإذا بقصة مسألة الدفن لأول مرة، كيف يدفن الإنسان؟ فبعث الله غراباً يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه، فكان والعياذ بالله من النادمين، وقال عجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي. فعلمه الله تعالى عن طريق الغراب، وهذه من الدروس فيها ومن جلائل الحكم ما فيها، كيف أن الإنسان لا ينبغي أن يستكبر في العلم، فلا يتعلم متكبر، حتى ولو تعلمت عن يد غراب، غراب غراب، ليس رجل، ليس امرأة، ليس عالم، المتكبر لا يتعلم،
ولذلك كان أول درس تعليمي بالنسبة لقابل وهابيل في مسألة دفن الجثث لإكراماً لهذا الإنسان حتى لا يظل فوق أديم الأرض تأكله السباع والوحوش. وهذا ليس من تكريم الله، وإنما من تكريم الله تعالى أن توار الجثة حتى تبقى كما هي، فحرمة الميت كحرمة الحي. يا الله، ماذا نقول عن القرآن وقصصه؟ يا الله، عجبت لمن يترك قصص القرآن ثم بعد ذلك عياذا بالله ينشغل بقصص التافهين. اقرأوا قصص القرآن، تدبروا في قصص القرآن. فالله تعالى، الإمام الشافعي كان يظل مع آية واحدة من قصص القرآن يقلبها الليلة كلها، فيخرج 400 فائدة من آية واحدة من آية قصص القرآن. الله. إذن فما هي المقاصد بصفة عامة؟ أنا أعطيتك أنت آدم، علاش؟ نقول لك شوف اسمه فيها. ولذلك أنا أتحدث عن المقاصد الكلية الكبرى ليست بهذا التفصيل. أما المقصد الأول فكلكم تعرفونه ونعيده دائما ونكرره، أن ذكر قصص القرآن وتحدي الله للبشر بذكر أخبار الغابرين ولم يطلع أحد عليها إلا الله، ما هو المقصود؟ لإثبات ربانية القرآن، أن القرآن من عند من يعلم ما كان وما يكون، وما لم يكن لو كان كيف يكون. الله تعالى كما أخبر عن أمور ستقع أخبر عن أمور وقعت لم يشهدها أحد. ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض. هل سيدي، هل رب العالمين حينما كان يخلق الأرض والسماوات هل جاء بمخلوق لكي يشهد له؟ هل حضر أحد مسألة الخلق؟ هل حضر أحد من عباد الله وخلقه مسألة إنجاز هذا الكون العظيم البديع؟ قال ما أشهدت أحدا. ولذلك فكل من يتحدث عن مسألة النظريات العلمية في مسألة الخلق وأصل الخلق، هل هو الغاز؟ هل هو الماء؟ كل ذلك تخريصات وهو ظن، وإن الظن لا يغني من الحق شيئا. قد يصلون إلى بعض الأمور لكنها ليست قطعا باليقين، لأن الله قال ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض. ليس معناه أنك لا تبحث، ابحث ابحث في المسائل المادية، ابحث عن خيط يؤدي إلى ذلك لمعرفة أسرار الله في الكون. ولكننا نحن على يقين أن هذه المسألة من اختصاص الله تعالى ومن اختصاص علم الله تعالى، ولو فتح الله ببعض العلم على بعض الناس تكرما وتفضلا فذلك من العلم القليل القليل، فلا يغترن العبد بهذا. يقول الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. القدر الذي شاء المولى أن يحيط به العباد شاء، والقدر الذي لم يشاء الله أن يحيط به عباده لم يشاء، يبقى هناك في علم الله فتواضع. يقول سيد ربي دائما سورة آدم، يعني في قصة آدم، إني أعلم ما لا تعلمون، قالها للملائكة، قالت للملائكة سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، قال الله والله يعلم وأنتم لا تعلمون، فنفى العلم عن كل المخلوقات ليتواضع الإنسان. إذن فالمقصود الأول هو لكي كأن الله تعالى يقول بلسان الحال إن هذا القرآن من عند علام الغيوب، إنه من عند الله. فهل هنالك من يستطيع أن يتكلم عن قصص الأمم الغابرين الذين لم يشهدهم بهذه الدقة بهذه التفاصيل؟ كيف عاشوا؟ كيف ولدوا؟ رسالتهم، دعوتهم بالتفصيل، لأن المقصود هو دعوتهم. ولذلك فإنه يتحدث عن الدعوة بالتفصيل، ماذا قال لهم؟ ماذا قال له؟ الموضوع المشكل، هل مشكل اقتصادي؟ أصلواتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا؟ هل تطفيف في الكيل؟ هل يبنون بكل آية تعبثون؟ هل تتخذون مساكن لعلكم تخلدون؟ مسائل الحضارة المادية؟ هل مسائل اقتصادية؟ هل مسائل فساد اجتماعي؟ تأتون في نادكم المنكر وتستحلون والعياذ بالله الرجال من دون النساء؟ هل هو مشكل اجتماعي؟ هل هو مشكل اقتصادي؟ الله يتحدث عن كل ذلك. من الذي كان حاضراً؟
من الذي كان حاضر لكي يخبر عن كل مشكل لكل أمة وكان النبي يبعث لمعالجتها مع مسألة العقائد؟ إنه الله، الله تبارك وتعالى يتحدث عن كل هذه الأمور. ولذلك فالله تعالى يتجلى للخلق في مسألة ذكر القصص، لأنه ليس هنالك أحد يمكن أن يخبر بالتفصيل في هذه الحوارات بين النبي وبين قومه كما يذكرها الله تعالى. المشركون كانوا يريدون من النبي صلى الله عليه وسلم التعجيزة، لأن الذين قرأوا الكتب السماوية كانت عندهم بعض النتف من هذه القصص، قصة داود وليك اسمها الإسرائيليات. وكان هؤلاء خاصة ممن يعلمون الكتب السماوية السابقة يريدون أن يتتبعوا أثر محمد في القصص ليجدوا هنالك ثغرة لكي يدحضوا حجة النبي، يتمنوا لو أن القرآن ذكر شيئا يخالف ما عندهم ومما ذكر في كتبهم السماوية حول قصص السابقين، فلم يجدوا أبدا شيئا، بل أن النبي كان يتحدهم ويقول لهم ألم يكن مكتوبا في التوراة أن ألم يكن مكتوبا يا معاشري واجيبوني، ألم يكن مكتوبا، لم يكن قارئا من لم يقرأ الكتب السماوية، ألم يكن مكتوبا عندكم في التوراة أن الزاني المحصن يرجم؟ قالوا نعم يا محمد، صدقت يا محمد نعم. فهو الذي كان يبين لهم، ولم يكن أهل الكتاب بقادرين على أن يدحضوا حجج النبي عندما تذكر قصص الأمم الغابرة، لأنها تذكر من قبل حكيم عليم خبير سبحانه سبحانه، يذكر عذابهم، يذكر المنتصر فيهم، يذكر كيف أن ناقة صالح جرت عليهم وبالا، وكيف أن موسى عصاه كيف فعلت بالصحرة وبما كانوا يفكون. إنها قصص تجعل من قرأ الكتب السماوية يقف مشدوهاً فاغر فاه، ولا يمنعه بعد ذلك من الإيمان إلا كبره وجحوله. فكان ذكر القصص لكي تكون رسالة إلى أهل الكتب السماوية لكي يؤمنوا. بل إن هؤلاء عياذاً بالله من اليهود خاصةً كانوا يأتون إلى مشركي قريش ويقولون لهم أنتم الآن ستمتحنون محمداً إن كان رسولاً. قالوا كيف؟ قال سله عن ثلاثة أمور وقعت، فإن هو أجاب فهو نبي، وإن لم يجب فهو ليس بنبي. قالوا ماذا نسأله؟ اسأله عن فتية آووا إلى غار إلى الكهف، واسأله عن رجل ضرب المشارق والمغارب وصل من قرن من طلوع الشمس إلى غروبها، واسألوه عن موسى والخضر، عن هذا الرجل الصالح الذي كان مع موسى، أو ثالث وسألوه عن الروح. فلما ذهبوا إليه بعد استشارة وإشارة أهل الكتاب والمشركون فارحون يريدون إعجاز رسول الله، لأنه لا يستطيع أن يخبر عن أشياء لم يعشها ولم تنزل في القرآن، فقالوا يا محمد نريد منك أن نختبرك. قال فعلوا ما شئتم. قالوا نسألك عن ثلاثة أمور نريد منك أن تجيبنا. قال سأجيبكم، ولم يقل إن شاء الله، سأجيبكم، سأجيبكم في الغد سأجيبكم. قالوا ما هي؟ قالوا نسألك عن الروح ما هي، ونسألك عن فتية آووا إلى الكهف، ونسألك عن رجل ضرب الأرض شرقا وغربا من مطلع الشمس إلى مغربها. فذهب رسول الله صلى الله على الحبيب صلى الله عليه وبدأ يتفكر وينتظر أمر الله تعالى أن ينزل عليه. ما كان للنبي أن يتحدث بأمر لم يخبر الله فيه نبيه عليه الصلاة والسلام. فمر اليوم الأول والثاني والثالث، وكان هذا فتنة لبعض ضعاف الإيمان. أما المشركون فقد فرحوا بهذا الأمر، لأنهم يعتبرون أنهم أعجزوا رسول الله، إنهم أوقفوا النبي عند حده، إن النبي الذي يخبر من السماء لم يخبر. إذن هناك ضعاف الإيمان، سيرتدون، سيتذبذب إيمانهم. لكنه صلى الله عليه وسلم بعد أيام يأتيه التأديب من رب العالمين ويقول لا ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، واذكر ربك إذا نسيت. ثم أخبر قال يسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا.
يسألونك عن إلي الكهف إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى ثم قص القصص. يسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرى إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فاتبع سببا الآيات. فهكذا كان رسول الله عليه الصلاة والسلام، هذا دليل على أن الله هو المنزل هذا، وأن القرآن صفته رباني، وأن محمد رسول الله ولا ينطق من عنده. ثلاث أمور في العقيدة: القرآن رباني، والله هو منزل الآيات التي تحدثنا عن الغيب المستقبلي، والآيات التي تحدثنا عن قصص الغابرين. ثالثا أن محمد رسول، لأنه إنما يتحدث حينما يوحى إليه، أما إن لم يوحى إليه فلن يصدق. وهذا دليل أنه نبي، لو كان ممن يزعم النبوة لأجاب مباشرة، وهو يعرف الخطر الذي وقع فيه لما لم يقل إن شاء الله. فالله تعالى يؤدبه صلى الله عليه وسلم، فهو نبي لأنه ينتظر أمر الله. هذا المقصد الأول. المقصد الثاني من القصص بصفة عامة، وهو تثبيت عقائد العقيدة الصحيحة، الإيمان بالله في قلوب كل الناس، في كل المبعوث إليهم، أي في كل البشر، أي في كل المكلفين. كان المقصود من القصة هو تثبيت عقيدة التوحيد، أن الله هو الخالق، أن الله هو الواحد، أن الله هو المعطي، أن الله هو المانع، أن الله هو الناصر النصير، أن الله هو الوكيل، أن الله. كل القصص تثبت ذلك، تتجلى عظمة الله ويتفرد الله بذاته وصفاته وأفعاله. وأنت تقرأ قصص القرآن ترى قدرة الله المتجلية كيف يبطش بأعدائه، ترى تأييد الله لأوليائه، ترى أن الله تعالى سبحانه يقدر الرزق على هؤلاء ويوسع على هؤلاء، فإذا جحدوا إذا به يسلب منهم هذه النعمة. كسبا جنتان عن يمين وشمال، كلوا من رزق ربكم واشكروا له، بلدة طيبة ورب غفور. فلما عرضوا أرسلنا عليهم سيل العرم. وهكذا، ففي كل قصص الأنبياء تتضح معاني الوحدانية، وأن الفاعل في الكون هو الله، وأنه لا يشذ شيء في هذا الكون عن علم الله وقدرته. هو الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. يعني أنك ترى هاتين الصفتين متجسدتين، قدرة الله إذا غرتك قوتك، كما قالوا من منا أشد قوة، أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة. إن الله تعالى سبحانه عز وجل هو القادر، وأن الله تعالى هو العليم. فأنت لا يمكن أبداً أن تخرج من قبضة الله وإحاطته وقدرته، وأنت أيضاً لا يمكن أن تخرج عن إحاطته وعلمه. فالله سبحانه عز وجل يعلم وقادر، لو كان غير قادر وما يعلمش أباك مجهد عليك وقوي، ولكن من يغيب وتغيب عنه أخبارك يمكن أن تفعل في غيبته ما تشاء، لأنه تنقصه صفة العلم والإدراك والإحاطة. ولو كان عالماً لكن ليس قادراً راح يشفك تدير المنكر والمعصية، وهو ضعيف مقروب ومهرس وفيه النهجة، يقول دير حذاها باللي تبغي. من قال لك يشوف الآخر دير حذاها اللي تبغي، لأنك تقص القدرة. أما الحق تبارك وتعالى أنزل هذا القرآن كله لبسببين، لتعلموا، أي لتصلوا إلى اليقين، إلى التوحيد الحق، لتعلموا العلم الحق أن الله على كل شيء قدير، كل شيء، وأن الله أحاط بكل شيء، بكل شيء علما، قدير على كل شيء، عليم بكل شيء. الله. ولذلك فإن الله تعالى لما أيد هؤلاء الأنبياء بمعجزات حسية كان المقصود بها إظهار قدرة الله. هؤلاء من أتباع موسى كانوا بارعين في السحر، فكانت المعجزة تتطلب أن يتحداهم في الأمر الذي برعوا فيه ونبغوا فيه. فأرسل إلي الله معجزة من أحقر ما يرى الناس، عصا، حتى لما سأل الله تعالى موسى ما تلك بيمينك؟ قال عصايا،
أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. يا عصا، هذه العصا الضعيفة الذليلة الحقيرة، هذا القضيب من الحطب الميت التي لا حراك لا، من ذا الذي سيحركه؟ من ذا الذي سيزرع فيه الروح؟ من الذي سيجعل الآية التي تبتلع سحرهم كله وتبطل السحر كله وتدحض ما سمي بدولة الطاغوت الفرعونية يسقطها بقضيب الميت؟ يا للقدرة الربانية، حتى لما قال السحرة لموسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى، قال بل ألقوا، فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى فأوجس. شو القرآن يذكر الآن كل شيء. فأوجس في نفسه خيفة، يعني لما رأى عظمة هذا السحر سرى عليه ما يسري على البشر من الخوف الجبلي الفطري، خيفة. قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى. الله، هو الله يتجلى، هو المولى، لا تخف إنك أنت الأعلى، وألق ما في يمينك، عصا، تلقف ما صنعوا، إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. فلما رأى السحرة ذلك أيقنوا أن هذا الحق، وإن العالم هو الذي يذعن إذا رأى حجة أقوى من حجة، أما الجاهل فلا علم له، فلا يرتجى منه أن يفعل غير ما يفعل الجاهل. الجاهل ينكر كل شيء، لكن العلماء بالشيء إذا جاءتهم حجة أقوى رذخوا لها، وكذلك العلماء في كل مكان وزمان. فخروا لله سجدا، قالوا آمنا برب العالمين، رب موسى هارون وموسى. قال لهم آمنتم له قبل أن آذن لكم؟ الإيمان يحتاج إلى إذن من أحد، هو الرب يعني، قبل أن آذن لكم، إنه لكبيركم الذي علمكم السحر، فلأقطعنكم. ولا زال يرغد ويزبد ويهدد، فقالوا إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر، والله خير وأبقى. وصلبوا وقتلوا ولم يسجدوا لله سجدة. من الذي جعلهم يذعنون ويؤمنون بالرب الواحد بعد أن كانوا يوطدون حكم الطاغية فرعون الذي قال أنا ربكم الأعلى؟ إنها عصا ميتة. يا للإعجاز، بعصا يثبت الله لموسى ولقومه أما الله تعالى قادر على أن يفنيهم بأتفه الأسباب. إن النمرود لما طغى وقال ما قال أرسل الله لرأسه واسوي حشرة صغيرة، الذي كان يقول أنا أحيي وأميت، والذي قال له إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر. إن الله تعالى لما أراد أن يهلك هذه الطاغية كما أهلك فرعون بالماء قال هذه الأنهار تجري من تحتي، فأجراها الله من فوقه نكاية به، والجزاء من جنس العمل. هذا كان يقول أنا أحيي وأميت، فإذا بربك يسلط عليه حشرة في مخه، فلا زال الأطباء يعرضون مهاراتهم وهم يعجزون، ولا زال يصرخ بالليل والنهار ما أضعفك أيها النمرود. فجاء من يشير عليه إشارة غريبة تدل على بلادة من يدعي الألوهية والرقيل له، من الأحسن أن نقطع هذا الرأس ونستبدله برأس من الذهب. فحكم على نفسه بالموت. لا إله إلا الله. أرضينا بالله ربا وبمحمد عليه الصلاة والسلام نبيا ورسولا وبالإسلام دينا وبالقرآن إماما وحكما، صلى الله على حبيبنا محمد. إذن فالله تعالى سبحانه يجسد واقع التوحيد واقعا معاشا يراه الناس، ويجسده في أتفه خلقه، في عصا من حديد، في حجرة يفلقها فإذا هي ناقة. الناقة آية، الناقة آية، إذا عقرتها كان ما كان، وينبعث أشقاها فيعقرها. ثم يقول رسول الله أشقى الناس من قتل نبي أو قتله نبي وقاتل الناقة. يا الله، الله تعالى يبعث لقوم ماهرين في الطب عيسى عليه السلام، وإذا به
يتجاوزهم كثيراً ويتحداهم ويعجزهم، فإذا به يخلق كهيئة الطير من الطين فينفخ فيه هو فتكون طائراً بإذن الله، ويبرئ الأكمه والأبرص بإذن الله، ويحيي الموتى بإذن الله. قم يا هذا من قبرك بإذن الله فيقوم، أخبرنا ماذا رأيت فيقول منذ مت وأنا أعاني من سكرات الموت إلى الآن. الله يا الله. فإذا بعيسى عليه السلام بكلمة كن، كن بكلمة كن، وعيسى كلمة الله، كلمة الله، كلمته ألقاها إلى مريم وروح منه سبحانه عز وجل. فتحدى هؤلاء الذين برعوا في العلم، أي لا تغترن بعلمك، فلو وصلت إلى القمر أو وصلت إلى كل مكان فإن الله تعالى سبحانه يعجزك في كل يوم بأمور تستجد، وكلما ازددت علما كلما وجدت نفسك على ساحل بحر لجي لا قاع له ولا أمد له، فأنت أمام علم الله، كما قال الله تعالى حينما قال الله تعالى أو سئل موسى من أعلم الناس قال أنا أعلم الناس في الأرض، فأراد الله أن يبين له أنه أخطأ في الجواب وأنه أساء الأدب، وما كان لنبي أن يقول أنا أعلم الله، بل ينبغي أن يستثني فيقول الله أعلم وأنا لا أعلم إلا ما علمني الله، فيربط مسألة العلم بما علمه الله، أما أنا أعلم الناس فإن هنالك من الناس من هو أعلم منك، اذهب إلى هنا إلى مجمع البحرين تجد هنالك عند حينما تخرج من المكتل ذلك الحوت هنالك ستصادف في مجمع البحرين، وقيل مجمع البحرين هنا عند مضيق طريق عند مضيق جبل طارق هنا في البغاز، شوف منين جاي، شوف طنجة يعني فين جاي، شوف فين كان الصالحين، أرض المغرب إن شاء الله هي أرض الصالحين إن شاء الله تعالى. موسى عليه السلام يأتي إلى هنالك ويلتقي معه، ثم بعد ذلك يريد أن يعلمه، وهو لم يخبر بأن عيسى ولم يحضر بأن موسى قال أنا أعلم الناس، ولكن يجيبه أول ما يجيبه قبل أن يفعل تلك الخوارق بأمر الله يجيبه ويؤدبه ويعلمه بأن العلم كل العلم لله، فلا ينبغي أن يغتر الناس، ولو كنت كليم الله ولو كنت تكلم الله ولو أكرمك الله بالألواح ولو أكرمك الله بالرسالات ولو أكرمك الله تعالى بالوصايا العشر، فعليك أن تتواضع حينما تتحدث عن العلم وفوق كل ذي علم عليم. ماذا حدث؟ وقف على شط البحر وإذا بطائر في السماء يهوي إلى البحر فينقر بمنقاره قطرة ماء، قال له سيدنا الخضر عليه السلام يا موسى مثل علمك وعلمي بالنسبة لعلم الله كمثل ذلك الطائر الذي رأيته الآن نقر نقرة من الماء، هل تراه أنقص من ماء البحر شيئا بنقرة في منقاره؟ هذا علم البشر كلهم، فلو وصلتم إلى ما وصلتم إليه فإنكم لازلتم تجتهدون وتسبحون في قطرة ماء في منقار طير صغير. يا الله، كل علوم البشر إلى يوم القيامة كأننا نسبح في قطرة صغيرة في منقار طير، إننا نتعامل وفق حدود البشر، حدود عقله، حدود بصره، حدود سمعه. الإنسان ضعيف، الإنسان عجول، الإنسان هلوع، ومن كانت تلك صفاته فعلمه محدد محدود بصفاته، صفات الضعف. يا الله، هكذا تحداهم عيسى عليه السلام سبحانه سبحانه. هذا المقصد الثاني، وهو أن الله تعالى يتجلى في معجزات الأنبياء ويقول هو القادر هو العليم. الخاصية الثالثة والمقصد الثالث، يا الله، إن قصص القرآن كلها كانت تشير إلى أمر بدهي تكرر في كثير من القصص في كثير من صور القرآن، وهي تثبيت عقيدة الإيمان باليوم الآخر. الله، شوفوا شوفوا الترتيب، القصد الأول، القصد الأول القرآن ورباني والنبي نبي يوحى إليه، القصد الثاني الله يتجلى عبر الإعجاز وعبر المعجزات بأنه القادر المسير للكون سبحانه العليم المحيط، الثالث تثبيت عقيدة اليوم الآخر، أي أن ثمة يوم لا بد أن نقف فيه بين يدي الله لفصل الحساب. إيه، لو لم يكن ذلك اليوم كيف سيكون حالنا؟
سيأكل القوي الضعيف. أتريد أيها النمرود يا فرعون، يا من كنت تقتل أبناء الناس وتستحيي نساءهم، أتريد أن تفعل كل ذلك ثم تذهب إلى يوم ولا جزاء؟ إنه العبث، إنه العبث، إنه العبث. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما باطلا، باطلا. هذا العبث، والعبث يستحيل في حق العقلاء، فكيف في حق الله تعالى سبحانه؟ يخلق كل شيء لحكمة. هنالك يوم، لو كان تخيل ما كانش يوم القيامة، هذا اللي ضرب هذا الطفل وغادي يخرجه بلاش، هذا القاضي الذي اعتدى على الطفلة، أو هذا الذي يأكل أموال الناس بالملاير، يسرق الملاير في البلد، أموال الشعب، ثم بعد ذلك محكمة الدنيا محكمة فيها زبونية، فيها عياذاً بالله رشوة، فيها إنسان غير مؤهل لكي يحكم بين الناس بالعدل، فيه الناس لا يحكمون بشرع ربنا، يحكمون بالأهواء. معناه أن 25 مليون التي قتلت في الحرب العالمية الثانية ظلماً ستذهب دماؤهم هدرة، 17 مليون في الحرب العالمية الأولى ستذهب هدرة، 6 ملايين في العراق مشردين في العراق، مليون ديال الأرامل، 2 ملايين ديال اليتامى، فلسطين، مساجد هدمت، كل ذلك يذهب هؤلاء هدرة. هذا العبث والله. حنا قصة يوم الآخر تحدث عنها الفلاسفة بمسألة بسيطة. عندك ولدك صغير، ابنك صغير، فخرج ابنك إلى الدكان لكي يأتي ببعض الأغراض لأنك أمرته أن يأتيك ببعض الحاجات، وفي الطريق صادفه رجل قوي فأخذ 10,000 اللي كانت في يده وصفعه صفعتين وجرى الدم وتدفق من أنفه، ثم أتبعه بقدمه وقال له سير عند باك. فرجع الولد إلى أبيه باكيا. السؤال الأول واسمه، السؤال الأول تعال بوينس، ما الذي حدث؟ اعتدي علي يا أبي. السؤال الثاني، من الذي اعتدى عليك؟ الرجل لا أعرفه. أنت ما تعرفوش، أنت ما تعرف، ما تبقدش تدي من الحق، صفه لي. طويل أسمر قوي كذا وخسر. لماذا ضربك؟ شو من؟ ما؟ من البالة؟ لماذا ضربك؟ لما؟ لما تقتلون رجلاً أن يقول ربي الله؟ لما؟ إياك كاذباً فعليه كذبه، وأيك صادقاً يصيبكم بعض الذي يعدكم. لمن بيوم الآخر؟ لما تقتلون؟ هذا مؤمن غافر، هذا مؤمن يكتم إيمانه، يخرج على فرعون بجرأة نادرة، ولأول مرة يتكلم مدافعاً عن داعية إلى الله عن نبي. لما تقتلون رجلاً يقول ربي الله؟ ثم قال إياك كاذباً فهو الذي يتضرر من كذبه، ولكن المصيبة إذا كان صادقاً كدر يوم القيامة. ربي ربي ربي، يعلم عادله وشحال صعيبة، يس يدير حكما كيف يجري الله الحكمة على لسانه. يا ربي يا ربي يا رب، لماذا ضربك؟ علاش؟ تقول له أبا أنا واش راني عارف، أنا يا صغير يمكن إلا غير شافني صغير والدليل في لسانه. لماذا ضربني؟ بعد ذلك أنت ستذهب إلى الشرطة، ستذهب إلى من ينصفك، إلى مكتب الشرطة، ثم تسجل هنالك شكوى دعوة، ثم تقول في الساعة السادسة مساء أمرت ابني أن يذهب إلى الدكان على بعد 125 أمتار على الدكان البعيد علينا، وإذا به يقطع طريقه رجل طويل عنده ما عندوش اللحية، لا عنده، قلت لك براسكم واضح، المهم طويل قوي صحيح كذا، فأخذ منه 10,000 فرنك ثم ضربه على وجهه ثم كذا في المكان الفلاني في كذا كذا. فتقوم التحريات، تحريات قد تصل وقد لا تصل، وفتلي ما يصيبوش ويديروا في الحفظ ويقولوا هذا في الحفظ ما بكاين والو، ديت 10,000 وضربت البزيص ودقدقته وتمشي مرتاح وتمشي باطل، والعدالة الأرضية لم تنلك لقصارها. ولنفرض أنهم قاعد قبضوكم، مشيت عند واحد القاضي ظالم تعطيه له 20,000، ديت 10,000 تعطيه 20,000،
يفوتك بذيك الباب اللي من الإجابة. إيوا صافي تمشي. هذا العبث، هذا لا يقول به عاقل ولا حتى البهلي ما يقولوش. ولذلك جاءت قصص القرآن لكي تثبت الإيمان باليوم الآخر. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت؟ قال لبثت يوما أو بعض يوم. قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشرها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. لا إله إلا الله. أحد إخواني في الله أحسبه من الصالحين ولا أزكيه على الله أصيب بمرض في قدمي وأوشك الأطباء أن يقرروا قطع ساقي، وكنت أزوره هنالك في ذلك الحي، ولما أيس من الطب كان يدعو الله تعالى سبحانه عز وجل أن يعافيه وأن يشفيه، ولكثرة استغراقه في الدعاء لا تستغربه، رأى في المنام وكان دائما يقرأ هذه الآية ويقول: سبحان الذي أمات عزيرا 100 عام وبعثه ليعلمنا أن إحياء الموتى حق حق كذلك الخروج، حينما يحدث عن إخراج النبات كذلك الخروج، كما يخرج الله النبات من بالماء يخرجكم كما يخرج هذه النبتة في الأرض. النبتة في الأرض كالجسد حينما تدفن في الأرض، كما نخرج النبتة من الأرض نخرجكم من الأرض نفس الشيء. قال فرأى فيما يرى النائم، هو لا يعرف أحد، هو ترك مدينة وجدة لما شافه الله ورأى هذا النوع من الإعجاز والنوع من الكرامات يجريها الله تعالى عليه، خرج من هذه المدينة وذهب إلى جبل وهو يسكن هناك. قال فرأيت كأن رجلا بعث إليك وصار يركبني من جديد. عملية التركيب من هنا، العظام يركبها. لا إله إلا الله. فأصبح وقد تغير حاله، ولما ذهب إلى الطبيب وجد أن تلك العاهة قد ذهبت. هذا يعيش معنا. الله، إعادة التركيب. فانظر إلى طعامك وشرابك، انظر إلى العظام كيف ننشرها ثم نكسوها له. عملية ديال سيدي ربي. الله، الله تعالى سبحانه يروي لنا قصة الكهف. آووا إلى غار وكلبهم باسط ذراعه بالوصيل، لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولمليت منهم رعبا. وكذلك بعثناهم ليتساءلوا، قالوا كم لبثتم؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم. قالوا ربكم أعلم بما لبثتم، فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا، إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا. وكذلك عثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها. يا الله. ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9. يقول تعالى على لسان إبراهيم: رب أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن؟ قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. قال فخذ 4 من الطير، جيب 4 نتاع الطيور، جيب الديك، جيب الطاوس، جيب الحجلة، جيب الملاح، اذبحهم، اقلع الريش خلطوا، اقلع الرجلين تفتتهم، اقلع الجنحان خلطهم، اقلع صورهن اليك، دير لهم بحال ذوك الكويغطات اللي من يبقاو يديروا ان شاء الله تبارك وتعالى المسابقه ويخرجوا السحب. خلط 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 وديرهم على الجبل والغى كل وحده ايتها الحجله. الريش منا 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 اللي جت. الله اكبر، اسمه هذا
مهابة يا الله يا الله بريشها الريش شدته اللحم بعثرته بريشها ثم الطاووس ثم الطير الثاني ثم الرابع فتجتمع عنده الأربعة كما كانت. هو الذي يبدئ ويعيد، وإعادة الخلق أيسر من البدء في الخلق، لأن الصعوبة هي البداية. أما كي تكون عندك البداية يكون عندك القالب، ذيك الوقيتة تكون غير تبع القالب وصف. يا الله جاء ذاك الوليد من المغرب عند النبي صلى الله عليه وسلم وقال له العظم 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 راشي فتو، قال له من يحيي العظام وهي رميم ولا تفتات. قلنا يا محمد أنت تدعي بأن ثمة يوم يجمعنا الله من جديد وقد صرنا ترابا، ما يهلكنا إلى الدهر، كيف يحيي الله تعالى هذه الأجداث؟ كيف يجمع هذا التراب من آدم؟ صدفة فتناثر هكذا هباء في الهواء، قال يا محمد من يحيي العظام وهي رميم؟ قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم، الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون، أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يحيي الموتى أن يخلق مثله؟ بلى وهو الخلاق العليم. إنما أمره يلي ما يعرف إذا أراد شيئا أمره بين الكهف أن يقول له كن فيكون، فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. مسألة الرجوع إلى الله ثابتة في الحديث الصحيح، أن رجلا حينما حضرته الوفاة قال لأبنائه وقد جمعهم وهو يوصيهم، إن أنا مت فأحرقوني وضاروا ثلثي في الهواء وثلثي في البر وثلثي في البحر، حتى إذا ليش أدير هالشيء؟ لئلا يجمعني الله يوم القيامة ولا يحشرني ولا يبعثني خوفا من مقام الوقوف بين يدي ربي. الله يا الله، ويوم القيامة يجمعه الله، جمع الثلث في البر وفي البحر فجمعه الله. قال له عبدي، هذا الحديث صحيح، يا عبدي ما الذي حملك على ما صنعت؟ قال يا ربي مخافة هذا الموقف، كل شيء غالب باش ما نوقفش قدامك، نخافك وانا ما درت حتى شيء خير باش نلقاك يا ربي. الله، فقال الله تعالى غفرت لك لخشيتك من هذا الموقف. الله، كان يؤمن بان ثمة موقف ولكن لم يكن يؤمن ان الله قادر على ان يجمع، وكان هذا في عقيدة غير أمة رسول الله، لأنه خشي موقفه بين يدي ربه حتى ولو لم يكن يعتقد أن الله تعالى يجمعه غفر الله له. ماشي من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، غير سكوت عارف، ماشي من مصر، من الأمم السابقة. الله، تثبيت الإيمان باليوم الآخر هذه ثالثة. الرابعة إن شاء الله، بغيت في الساعة إن شاء الله نقول لكم واحد المجموعة بسرعة إن شاء الله لأن الوقت، أما إذا أردنا أن ندرس قصص القرآن الواحدة والأخرى فهذا العمر كله. أما القصد الرابع إن شاء الله تعالى وهو إعادة الاعتبار للعقل وتشغيل العقل. أو ربي 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 ربي، فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. يا الله، وإن كنت من قبله لمن الغافلين. القصة تأتي لكي تزيح عنك الغفلة، لأن الذي يعرف التاريخ يعرف سنن الله في التغيير، تزاح عنه الغفلة، ينتفع بتجارب الآخرين. اللي يعرف التاريخ والقصص نتاع الناس عنده ثروة علمية عظيمة، عنده زاد، لأن عندك التجارب نتاع السابقين، أي لا تكرر أخطاء السابقين. إذا كنت تعرف تجارب السابقين فإنك ستستفيد من تجاربهم ولا تعيد تكرار الأخطاء التي وقعوا فيها. ولذلك سيدنا يقول سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين، سيروا فانظروا اعتبروا. يقول وفي ذلك إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار، كم في قصصهم من علم، كم في قصصهم من فكر، كم في قصص من ذكر،
كم في قصصهم من تدبر. شوفوا حينما أنزل الله سورة القمر ذكر فيها قصة موسى وقصة لوط وقصة نوح، ولكن بعد تمام كل قصة تعرف ربي واسمك يقول ما تعرف ايش كيقول سيدنا ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. بعد كل قصة ألا تتدبر القصص وياك ما تحساب لك راني نروي لك القصة بحال الحاجيات نتاع حناك مور كل قصة ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر وراء كل قصة. نوح دعا ربه إني مغلوب فانتصر ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان ولقد تركناها آية. الله آية علامة عبرة. ثم يقول بعد ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. ألا تتدبر ألا تعقل مش حال تخرج من كلها. وأقسم بالله يمني بقى يفسر واحد العالم قضية ولقد جو من يفسرنا هذه الآية هذه حصة كاملة هو يفسرنا قوله تعالى فدعا ربه أني مغلوب فانتصر رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب ومن اللي وصل قوله تعالى ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر ورب يا رب يا رب يا رب وش هذا وش هذه جنانة سار فيهم وش هذه جنان وش هذه روضات وش هذا خير. محروم من لم يتجول في جنان الفكر في قصص القرآن. يقول لك سيد ربي سبحانه عز وجل شو يعني سيد ربي ذلك يحكي لنا القصة يروي لنا القصة يعني يقول لك واضرب لهم مثل رجلين جعلنا لأحدهما جنتين من عناب. تخيل معي مسرح مسرح هذا فيلم جنتين من عناب شك تسمع جنتين حففناهما بزهر حففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرع كلتا الجنتين آتت كلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهر أنهار يا ناسورة وكان له ثمر. فقال لصاحبي تخيل معي يتمشى في الجنانات فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. شوف يوصف لنا الحركة ودخل جنته وهو ظالم لنفسه. يا ربي يا ربي يا ربي. أنا راني نتخيله غير نتخيل أنا هو ظالم لنفسه. شو اللي هضر شو راه يجاوب الآخر وما يشوفش فيه خلاه لي يدخل وخلاه لي يجاوبه دخل للجنان وخلاه برا. قال له ما أظن أن تبيد هذه أبدا هذا اللي تجي وما أظن الساعة قائمة قاعدة الساعة اللي راك تعمل بها قاعدة ولا رددت إلى ربي لأجدن خير من منقلبا. هذا منطق هؤلاء الأثرياء الأغبياء يظن أن الذي أكرمه في الدنيا بقادر على أن يجعل الإكرام مستمرا في الآخرة ولا ينسى أنه استدراج وأنه ابتلاء. يقول تعالى وأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعم فيقول ربي أكرمه وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي كلا ما أكرمت من أعطيته المال وما أهنت من قدرت عليه الرزق. هذا ابتلاء بالمال ليرى يشكر وهذا ابتلاء بالتقدير والتقدير ليرى يصبر. هو امتحان في كلتا الحالتين يا أخي هو امتحان. ولذلك سيد ربي دائما فاقصص القصص لعلهم يتفكرون إن في قصص من عبرة لأولي الباب. ما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم ما كنت بجانب الغرب إذ قضينا إلى موسى الأمر ما كنت من الشاهدين. يا الله إذن يا أخي تدبر قصص القرآن سيفتح الله عليك بعلم غزير. شو شو آية واحدة في القرآن سلكت واحد بالاقتيلاء ومنين منين من الحجاج بن يوسف. كان الحجاج يطارد أحد من خرجوا عليه بالسيف فلما لم يقبضه
ذهب إلى بيته فأخذ مقابله في مكان أخذ أخاه أخاه جاب خوه قال له بخوك هرب ندق دقيك أنت والله ما راني طالقك سوى أنا جا خوك ربك يقول ولا تزر وزيرة وزيرة أخرى صافي الظلمة هذو هما ندق دق لا يجي خوك يجي ما يجيش باي باي نقتلك. ثم تلا عليه أبيات من الشعر وذيك الأبيات واسمه فيها إلى ما قديش توصل الظالم أي يرحم والديك أنا ما حافظ الشعر هكذا. فقال له هذا الرجل يرد عليه قال أما الله فلا يقول مثل ما يقول الشاعر. قال ماذا يقول الله وخا كان ظالم كان وقاف عند كتاب الله. قال يقول ايوه معاذ الله أن نأخذ إلا ما وجدنا عنده متاعنا إلا متاعنا عنده لا عاد معاذ الله أن نأخذ إلا ما وجدنا متاعنا عنده إن إذن لظالمون نحن لا نأخذ إلا من وجدنا يعني نأخذ ما بنيامين فقط لأن قالوا له خذ أحدنا مكانه ابن عمي هذا عزيز على أبوه كما عزيز يوسف أنريد في عام واحد أن يفجع في أعز أبنائه يوسف مازال عاد ما بردتش الحرارة نتاعه والعام يمشي خوه خذ أحدنا مكانه قال لهم لا لا نأخذ إلا من وجدنا عنده متاعنا الذي سرق يعني ذيك الحيلة هذيك اللي دارها ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله هذه حيلة هذه قال له الحجاج اسمه قال له صدق الله وكذب الشاعر اذهب سلك راسه بالقرآن قصة صدق الله هذا الحجاج اللي يبغى يقتله قال له صدق الله وكذب الشاعر فأطلق سراح آية واحدة في القصة تعريك أنه لا ينبغي أن نؤاخذ بجريرة أحد لا نؤاخذ إلا صاحب الذنب فلا نؤاخذ بالذنب غير فاعله ولو كان ابنه أو أخاه معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده الله هذه قصة نفوت إن شاء الله تبارك وتعالى في السنة نكمل لكم إن شاء الله يا المساء يا الله الحكمة الخامسة وهي تثبيت رسول الله لأن الله يقول اصبر كما صبر أولي العزم من الرسل انظر إلى سيدنا نوح يدعو قومه 950 سنة 1000 سنة إلى 50 عاما ومع ذلك صبر وانظر إلى موسى كم فعلوا مع بني إسرائيل ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول من كان يأذي ويقول رحم الله أخي موسى أوذي أكثر من هذا فصبر صلى الله عليه وسلم يعني يقول الله له يعني ها هي سنن الأنبياء انظر إليهم كم عانوا إن طريق الدعوة إلى الله طريق مفروش بالأشواك وإنك سائر في هذا الدرب وعليك أن تصبر كما صبر أولو العزم من الرسل لا تستعجل لهم حاجة واحدة اللي ربي وصى عليها قال لهم صبر ولا تستعجل على صبر ولا تستعجل لأن كل الأنبياء صبروا ولكنهم استعجلوا ما معنى استعجلوا؟ استعجلوا إنزال العذاب على أقوام في الدنيا فدعا نوح عليه السلام على قومه فقال رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا واستعجل موسى وقال ربي اشدد على أموالهم ولا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم أما رسول الله فقال ما من نبي إلا عجل دعوته على قومه وأنا ادخرتها شفاعة لأهل الكبائر من أمتي يوم القيامة ولذلك يقولوا له ذوك المشرك يقولوا له عجل لنا عجل إلى عندك شعر يقول لهم لا ما عندي ما تستعجلون به أنا لا أستعجل الدعاء على قومي حتى ولو ظلمتموني يجي عنده الملك ويقول له أدعي عليهم وأنا رهن إشارتك لو شئت لأطبقت عليهم الأخشاب يقول اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون إنما أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يوحدك صلوا على الحبيب إن لكل نبي دعوة مستجابة دعا بها على قومه واستعجلها في الدنيا إلا النبي فزاد على الصبر الذي صبر كما صبر أولو العزم زاد صبرا آخر وهو سعة صدره وحلمه على انحراف قومه من المنحرفين فلم يستعجل الدعاء عليهم ولكن صبر وصابر ورابط لعل الله يخرج من أصلابهم وقد أخرج الله من أصلابهم والحمد لله وبقيت دعوته مدخرة إلى يوم القيامة شفاعة لنا احنا المذنبين المجرمين الله فهو تثبيت الله
وتثبيت لأصحابه وتثبيت لنا. سادسا هي تسلية له، لأن النبي كان يمر ببعض المواقف الصعبة، تدمى وجهه، يضرب، يهجر أصحابه، يقتل أصحابه، فيروي الله له القصص التي تسلي. قصة يوسف، قصة شكوخ، تعرفوا على القصة؟ أو ربي ربي ربي، يسميوها قصة أصحاب الأخدود. أو ربي ربي، والسماء ذات البروج، واليوم الموعود، وشاهد ومشهود، قتل أصحاب الأخدود، النار ذات الوقود، إذ هم عليها قعود، وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود، وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد، الذي له ملك السماوات والأرض، والله على كل شيء شهيد. هذه قصة طويلة، وعقارب الساعة الآن تزحف بسرعة، وخلاصتها أنهم لما آمنوا حفرت الأخاديد وأضرمت فيها النيران، وأمر الطاغوت زبانية أن يلقوا في النار كل من لم يرجع عن دينه، فقذفوا الجميع في النار فأحرقوا إلا امرأة واحدة هي الأخيرة، كان في صدرها غلام يمتص ثدي أمه، قالوا لها ارجعي عن دينك، فتلجلج صدرها وخشيت عن وليدها، فترك الوليد ثديها وقال يا أماه موتي على ما مات عليه أصحابك فإنك على الحق، فألقيت وطفلها في النار. صبروا كما صبر أولو العزم للتسلية على قلب الدعاة، واحد في الحبس، واحد قلعوا له فلوسه، واحد قلعوا له المنظر، واحد في غوانتانامو، واحد في سجون أمريكا، واحد في سجون العراق، واحد مشرد، واحد ما صايبش اللجوء السياسي، ما عندوش فين يمشي، مطاردين مشردين. فإذا قرأ القرآن وقرأ مثل هذا القصص كأن الله يسلي عليه. على كل حال، إن الحديث عن الغيبيات في الماضي والقصص حديث ذو شجون، وإن الأيام تمر كخطف البصر، وإن أيام الطاعة ما يلبث الإنسان أن يبدأ في تذوقها حتى تنصرف، وإنا لله وإنا إليه راجعون. إن شاء الله لك شيء، واحد خمسة مينوت إن شاء الله. وتنحنيح بدأ، ونسأل الله أن يقل تنحنيح، وصلى الله على حبيبنا محمد، والحمد لله رب العالمين.